رجعنا لكم من جديد في زون ميكس متواصلين نحكيو على فينال تشامبيونز ليغ الافريقي وتتويج الترجي باللقب الرابع ليه في تاريخه الثاني على التوالي في ظرف 6 أشهر. كما ضيوفنا اللاعب زوج لاعبين قبل في الترجي سابقين هو سيف المحجوبي والعربي جابر. كيف كيف يحضر معنا زميلنا انيس السحباني. عربي جابر قبل ما نقص في حبيت تضيف حاجه؟ لا جوست احنا كنا نحكيو على رامي. حبيت نقول للكونكورونس هي معناها اللي خلقت زوز حراس باهين في الترجي وعودوا معناها رجع بالنفع هذا للفريق. هذا نتفكر قبل كي كان معز معناها وحده أساتا مومو يعني طاح النيفو نتاعو معناها ولا يقبل في أهداف معناها كانت سهلة شوية. تعرف عادي حارس مرمى ما يغزر بجنبه ما يلقى حتى حد يعني ما يلقاش كونكورونس قوية بحذاه متهني على بلاصتو. أحسن أفضل معناها كي جابوا رامي جديد اللي هو قيمة ثابتة معناها ديما تقعد البلاصة هذيك ماهيش محجوزة لا بين هذا لا بين هذا. الحاضر هو اللي يلعب اليوم نشوفوا مواز معنا تشيلير غدا نشوفوا رامي تشيلير. معنا اهم حاجه انه الفريق الترجي التونسي معنا هو المنتفع في الحكايه هذه. نواصلوا مع تصريحات بعد المقابله نسمعوا شنو قال امين المسكين. ثاني لقب في عامين وفماش مكان هكا واحد يبدا المسيره نتاعو برسك في 6 شهور مش في عامين. وصحيح والله من اول معنا عام مع الترجي هذه الشامبيونز ليغ توا هذا ثاني عام شامبيونز ليغ اخرى وان شاء الله معنا نكملوا في نفس المنوال والحمد لله. اليوم كان بريفي باش تهبط حبيت تهبط شويه ولا صحيح واحد حب يهبط في نهار اما لا غالب المهم ربحنا توا اللي هبطوا اللي لعبوا والحمد لله يا رب. اللي صار في اخر الماتش نغص شويه فرحه ولا صحيح ما كانتش فرحه معنا كامله كما حبينا احنا اما انا الحمد لله زفر البيت وفي البارتي وفينا رحنا واحد شيء الحمد لله يا رب. سيف امين كنت انت وياه نفس البوست نحب نسالك انا لاعب شاب ظهر لي نفس السؤال سالته لامين ما خرجش من هكا يبدا الكارير نتاعو بيزور ظهر لي كارير يبدا بدو شامبيونز ليغ في 6 شهور ما يكون كان حاجه ايجابيه اللي هو باش تحكيو على الكاليتي نتاعو تبارك الله عليه معناها بولي فالون ينجم يلعب لك كارير دروي ينجم يلعب بيفو سيرتو انا رفيق في الوسط خير برشا من ارير دروا خاطر شفته تفرج فيه في المنتخب الاولمبي في وسط الميدان عنده لي كاليتي اللي كان ينجم ياخذ بلاصه في الترجي التونسي. ذكي رابيد يعرف يفك كوره يعرف يخرج كوره نظيفه ان شاء الله نشوفوه في الايامات القادمه لاعب شاب ينجم يكون مستقبل الفريق. سامح حد بيجي شنو قال بعد الماتش؟ دادي ظهري رجل الفينالية نجم نقولوا والله الحمد لله الحمد لله اللي مبروك علينا معنا. لا بالنسبة للحديث اللي صار البارح ما عندي عليه حتى علم ما نعرفش شكون هبط الاخبار سامح عنده كونترول ترانسجوان مازال ماتشات في الشامبيونات ماتشات في الكوب كمل مع جمعيتي الاخر وشوف بيني وبين اسبيرانس ما فماش كونترا انا ولدها وهي عائلتي وقت اللي استحقني موجود وقت اللي استحقها هي موجود. دونك اكيد كما كنتوا تسمعوا سامح حكى على نقطه نتاع مغادرته للترجي وبارح كان خرج كلام انه اخر ماتش هذا ظهر لي عربي انت كنت مدافع ومازال يعطي سامح بيان سور مازال احنا كان في تونس يعني الملاعب كي خلط عمره 30 ولا 31 سنه واللي هو السنه فيه وقت باش يبطل. سامح شفناه في الماتش كل وين استحقته الترجي هذا التونسي لقيناه يعني كسوا في الفرول ديفونسيف ولا فرول اوفونسيف معناها ملاعبي مازال يعطي. شفنا يعني في مباراة البارحة معناها صعد يمكن عمل في 206 ولا 7 مونتيات معناها في العمر هذاك حتى في موف حتى مباراة المغرب معناها كان صعد معناها في كل ماتش سامح يصعد اي سامح في كل ماتش معناها تلقاه سيرتو ماتشات الكبار سامح تلقاه معناها فماش ماتش كبير معناها ملي بدا سامح الدربيدي يلعب مع الترجي التونسي ديما تلقاه في الماتشات الكبار. تقول لي ساعه يلوموا العباد معناها في الماتشات الصغار ما نعرف بون اونتو بارونتيز صغار معناها في ماتشات الشامبيونات تعرف حتى التونسيون تطيح عادي ملاعبي ما بداش كونسونتريكم يلفو لكن سامح في اللي ماتش كبار موجود اي حتى كلام يعني تلقاه حاضر معناها تلقاه يعطي كل ما عنده تلقاه يعني يحمل زاده في السب يحمل في برشا ضغط عليه معناها في وقت من الاوقات زاده يعدي في ماتشات باهين ولعبه تظلم فيه. لكن ما حكيت عارف سامحني فما نقطه مع سيف
فما نقطة ماش ما فما برشا من الناس ما فاقتش بها في الترجي باش تسميني ملاعبي فما نقطة انه الملاعبين اللي يرجعون بعيد وقت حكيت على بن شريفي نبدا لك بن شريفي تفكر الكاريير ومعناتها وبعد تطيح اللي كلاها ومن بعد رجع نمشي لك سامح الدربالي انت تحكي تاني معناتها شوف انت الكاريير نتاعه مع ليبيا ومن بعد معناتها كان باش يبطل نمشي لك خليل شمام بيدو في مشى للبرتغال ومشاكل وحرب تصريحات نمشي لك الشامو بيدو معناتها الكارير نتاعو كيفاش من بيفو يرجع يلعب معناتها من بعد في ليتوال وبعد رجع ويزيد يقدم معاك القدام وقت نلقى ايه انت حالتها جبتها انت تقريبا 6-7 البارح نحسب فيهم انا 6-7 ملاعبيه مفروض انهم كملوا كارير في الدرجه هذوما ملاعبيه كما نقولوا انا رجعت فيهم الروح ولا في وقت من الاوقات قلنا انت هاو على حق ونكمل حتى مع الكريسي بيدو معناتها بالضبط حكم رونمون عليك فهم لاعب جبتهم انت يعطيك الصحه اللي هو خلي شمام معناه خليه شمام معناه اليوم تخلقت له كارير جديده خليه شمام انا بدي منذ دخوله للاكس ندخل ملاعب واحد هذا الفضل يرجع خالد بن يحيى اللي رجعوا في اللاكس معناه خليل في الثلاث سنين الاخرانيين كان على باريغوش برشا انتقادات عليه لما دخلوا خالد بن يحيى للمحور الدفاعي يعني فيزيكمون ما عادش نجم يعمل المونتير باش يرجع يعني هذا معناه كارير ثاني قاعد يعمل فيها خليه شمام اليوم البارح افضل لاعب انا شفناه البارح الهدوء اللي سايب فيه لاصحابه كيفاش كوفرتور كيفاش معناه ركز كيفاش ثابت معناه كيفاش يتحكم على قبل ما معلول نبيل ظهر لي في اللاكس زاد استحق له برشا لعب غير مباريات ولا بيتون هكا ما كملش دونك حبيت نسال هنا وانتم ملاعبيه معناتها الملاعب الكارير الملاعبي اللي يرجع من كارير تقريبا نقولوا احنا كارير وفاء بعد يعاود يرجع قلت نكمل مكمل حتى مع الخنيسي البلاي اللي بيدو المشاكل اللي صارت وقت اللي تسميه من 11 تلقى 8 ولا 9 انا ما دخلتش في كارير وفاء حكيت جوست على الكان تاع معز معز بن شريفي كان جات في التلفزه وحكى قال لك راني انا سي بون كلمت جماعه الترجي وكلم سي حمدي وباش نبطل وحمدي قال له لا وذي حاجه انسيها فهمتني تقول لي انت رجوع الكارير راهو شنو يرجع الجروب والكونفيونس اللي تحت يقول لك الاطار الفني ولا الاطار الاداري راه هذيك ما تسجل بالفلوس راهو نيز راهو كي تشوف انت معز ولا تشوف خليل سرت مامون راهو السب راهو نذكر خليل وقت تصريحات وحاتم الترابلسي بالرسمي من اكثر العباد مسكين اللي تثبت في الترجي التونسي تو يشوف الثقه اللي حاطينها مع الاطار الفني والاطار الاداري والجمهور يترجع لك باركور نتاعك وترجع لك بكاريرك كل معناها راهو شفنا برشا ملاعبيه وانت جبت الخنيسي للتو الخنيسي للتو البلايلي كاريرو فيه هذاك علاش تقريبا 8 ملاعبيه كاريرو مفيه المفروض ما يلعبوش والله العظيم ماهيش مش قولها خاطر اني مكشخ ولا في جمعية اخرى ما تنجمش تلقاها هذه المفروض كاريرو فيه قلت لك 8 كاريرو فيه المفروض كل شيء لا اما الثمانية ملاعبيه هذوما نحكيوا عليهم لي كونديسيون لي في ليسبيرونس هما اللي خلوهم يرجعوا شنو اللي خلاهم يرجعوا الفريق مش في المستوى ولا الاداره مش في المستوى ولا الفريق يعني داخل بعضه شويه ما ينجحوش معناها كان طاحوا سي معناها الظروف حطمت اللاعبين هذوما طاحوا وظروف في ليسبيرونس كانت معناها ملائمه جدا باش اللاعبيه هذوما يرجعوا وينجحوا خليني نقول لك انا فاهم لاعبيه معناها مرت فاهم لاعبيه اليوم تلعب معناها في جمعيات تجري وتعرق وتلهت وما استحدت فاهم لاعبيه في الترجي التونسي تعدي مرور الكرام من با قاعد مشيني مثلا مشيني ما لعب حتى عنده ما لعبش من با قاعد حتى على البنك من با قاعد حتى على البنك وتسجلهم دي تيتر اليوم معناها في 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 السي في نتاعهم ويمشيو معناها يخدموا برا ويمشيو معناها يجيو بدي كونترا فهم لاعبيه اليوم حياتها كل تلعب تجري وتجري وتعمل لحظة عندك كارير ثاني دير محمد علي يعقوب محمد علي يعقوب خرج من الترجي التونسي ومشى للاهلي ومن بعد رجع للترجي عمل الكارير نتاعو ثاني وشفنا من احسن وشامو قلت لك ابدا معناتها ما عادل مسكيني ما عادل مسكيني ممكن وملاعبي واحد مازال ربع ساعة نحكيو شوية كنا نحكيو على الامور الفنية نحكيو شوية على ستراليكس سبورتيف اولا شكون تحمل مسؤولية مثلا سيف اللي صار بعد المقابلة المشكلة بتاع الـ فبتاع الفار والحكايات هذو من كل بيانسور الكاف الترجي التونسي ما عنده حتى دخل حتى التلفزة الوطنية لما فما الناس التلفزة الوطنية ما عنده حتى دخل والبي سبور ما عنده حتى دخل شريك هي كاسكت التلفزة الوطنية لا 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 هو حكي على الترجي ما عنده حتى دخل ما عنده التلفزة ما عنده حتى دخل شوف هي شريك المشكلة اللي صارت البارح خارجة عن نطاق الرياضي كما نقول شكون
الترجي التونسي ما عنده حتى دخل، التلفز ما عنده حتى دخل. هذه مشكل يمكن أنيس تفهم اكثر مني في الامور التقنيه، يمكن مشكله تقنيه صارت شركه هذه اللي هي تحمل مسؤوليه الفار هي اللي كانت السبب. لكن انا كنت تقول لي الفار مشكله الفار والفار على الترجي والفار على الوداد، اول الشركه هذه هي بيدها اللي معناتها هي اللي تعامل مع الاتحاد الافريقي لكره القدم في مباراه الذهاب، هي هو بيدو تعامل معها في مباراه الاياب. بعد مباراه الذهاب فما قطعه لازم تتبدل، معناتها هيكل بكل من المغرب جيل تونس في انتظار القطعه هذه. القطعه هذه ما انت ما تلقاتش بنفس الجوده هي اللي تعمل لك في السويتش، خاطر هو الفار معناتها فما حكام، معناتها والدليل انه الفار ودليل انه الكاف معناتها ناوي باش يلعب الفار، ودليل انه عين حكام للحكام الفار موجودين معناتها البارح موجود في الطاقم تحكيم الماتش، وفما طاقم تحكيم موجود في الفار. دونك يا معناتها عندهم النيه انهم باش يلعبوا الفار. القطعه هذه ما جاتش اللي هي تعمل السويتش، معناتها باش تخلي الحكم يحكم على اللقطه هذه. اي تعاود له. فما دو فيرسيون. فما اللي يقول لك انه الحكم مش يحكي مع ال وذيك هي الفيرسيون مع الـ مع ال 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 دو كابيتان. دو كابيتان. يجي يقول لك الوداد يقول لك الكابيتان شو ذنب بال الكابيتان بتاعي ما يفهمش لا فرنسي لا انجلي. باهي. هو انيس خليني معك هنا في النقطة هذه. نو فار تظهر حد يقول لك نو فار. الكابيتان بتاع الوداد حكى على غياب الفار وأكد أنه ملاعبين الاسبيرونس هما زادة ما كانوش في بينهم بالفار، والدليل أنه في البينالتي بتاع سعد فما شكون مشى وطالب بالفار. نسمعوا شنو قال. البوليس ديالهم مقابله بديروا البوليس ديالهم تيضربونا وتيبعدونا اننا ما نقربوش باش ما نتفرجوش، راه نتوما كنتو حدانا واش تيبعينيكم من بعد رينيو اللي قبل من المقابله كيدار قبل من المقابله كيكونوا فيه الناس ديال المكتب والناس اللي متخصصين في هذا الشيء، عطاوهم بالله راه غيكون الفار وكيشوفوا التوني اللي غتلعب بها الفريق، التوني غيلعب بها الفريق، وعطاوهم بالله راه كاين الفار. اذا بينا حنا نعطيكم غير واحد المثال، حنا ملي مشينا كنحتجوا على الحكم على الهدف، الحكم كنحتجوا على الهدف سير الفار سير الفار، الحكم مشى للفار وبقى واقف حداه وعاود رجع عندنا قال لك الفار راه خاسر دابا راه خدم يلا تلعبوا. قلنا له شوفنا الهدف واش هدف ولا ماشي هدف، قال لك ملي سجل الهدف الفار ما كانش خدام كان خاسر، راه غير هادي راه خير ودليل. وإلا شفتوا في الشوط الأول ناض البونتوج ديال الترجي ولا عباد الترجي كيحتجوا على الحكم كيقولوا لي الفار رجع للفار في الشوط الأول. دونك هذه التساؤلات ولخبطه كبيره في بالهم في بالهم مش عارف بالفار شنو اللي صار، شنو اللخبطه هذه شكون تحمس عليه؟ والله شوف خليني نقول لك ساعه كما قالوا خيان الفار يعني فما حتى دخل تاع الترجي وفما حتى دخل من الجامعه وفما حتى دخل من المنظمين في ملعب رادس. هذه الكاف هي اللي ريسبونسابل يعني على المباراه، هي تنظم كل شيء، هي عندها قرارات، هي تجيب الفار، هي تعمل كل شيء. ليك خليني نرجع لك انا قبل ما تصير حكايه الفار هذه كل لي بروفوكاسيون اللي عملتها الوداد البيضاوي، وانا فما اجماع انه الترجي الذي التونسي معنا اقوى من الوداد، اقوى من الوداد من الوداد برشا. بروفوكاسيون الجمعه اللي قبل في ناس دونك شفنا بروفوكاسيون يعني 4 أيام ل 50 قبل المباراه معنا ما نلعبوش في رادس، التحكيم الملاعبيه لي كارتون رجعونا البونتو عاودونا المباراه، معناها كل شيء معناها كانوا مش عاجبهم، معناها سازوفوا للوداد جاي على عصبه. به جي انت معناها في المباراه وتقول لي الفار ما يخدمش، ومع ذلك كل يعني الوداد حبوا يرجعوا معناها بيشوفوا الهدف نتاعهم صحيح او لا، دونك من حقهم بيشوفوا الفار، هنا يلقاو الفار ما يخدمش. دونك الوداد البيضاوي مع النتيجه 1-0 لقاو روحهم خاسرين، لقاو فيه يشدوا هنا سيء، معناها نقولوا احنا عزوزه شدت سيره، نقولوا احنا نعطيك شويه تفاصيل، نعطيك شويه تفاصيل من الناس اللي كانت موجوده في الكازون. هنكمل لك انيس. باه انا هنا نقول معناها شوف انت الباركور تاع الاسبيرونس هذا كل معناها اللي تعديه معناها سازو فوا الاسبيرونس اقوى كي معناها في الافريق، ومن حقه باش توج يعني برابطه الابطال حتى معناها في الذهاب كنا اقوى منهم والبارح معناها رابحينهم واقوى منهم. دونك هنا الاسبيرونس مش بيستحق الفار، مش بيستحق يعني باش خذ ارجع للفار وعاود المباراه وخذ الهدف تاعك معناها ومازال ميتون كامل عادي نربحوه معناها 3 ولا 4 وقادرين معناها البارح سجلوا هدفين ولا زوز معناها في بقيه المباراه. انت الاسبيرونس اليوم سامحني انت الفريق اللي عندنا اليوم معناها ولا اللي شفناه معناها في الاسبيرونس اليوم سامحني حمدي مادة كان يجيب 10 مكانات ولا بس محوايج تو يهزوا كاس تونس معناها وعادي. باش نكمل مع عربي انه فما تفاصيل معناتها البارح باش نعطيك معناتها حاجات صاروا انه الوداد معناتها باش يبين لك اللي هو اللي جاي على الاعصاب واللي هو في مخه انه باش يتعرض للمظلمه. في البنك نتاع الوداد هو الوداد باش فاقوا به اللي هو هدف البنك الوداد المكلف بال
بالاحساء ولا معناتها عندما يشكون يتفرج في القناه اللي تنقل معناتها يتفرج في المباشر فك ال 50 ثانيه فك ال 50 ثانيه هذيك هو اللقطه نتاع الواحد هو اللي مشى قال معناتها الصف نتاعو راه بونتو هو من بيدهم راه من الاول كان لاحظ دوبا لعبوا شويه لعبوا لانه حتى فوز بزرت كان يعتقد وقفوا في اصابه نتاع سعد بقير في الوقت هذاك هو معاهم شكون في البنك قال معناتها قال لهم راه دونك به هذه حاجه الاولى الحاجه الثانيه انه الوداد نمشي معاك لعبت معاك بالفار في الليل تلعب معايا بالفار في الرتول من ناحيه المبدا هذا صحيح به علموا ما علموش فما اشكال اخر كان باش تترحل البارح ما عرفش كم من الناس ما انتبهتش انه الوداد طلب انه كي باش نرجع نكمل الماتش في الدقيقه 63 نرجع 1-1 ما نرجعش 0-0 واحد بلاش لا 1-1 ها فاهمك علاش لانه الوداد حتى اذا كان باش تعاود لي الماتش باش نعاود الماتش بعد 24 ساعه اسكو نعاودوا وانا 1-1 ولا نعاودوا وانا 0-0 الوداد قال لك انا نعاود في 63 دقيقه تحسب لي البونتو هذاك ونعاود 61 دقيقه وانا 1-1 لانه سكور يساعدوا لانه اذا كان باش نعاود معاك من الاول 0-0 شكون قال ما تعطينيش اربعه انت ولا خمسه اما هما غالطين هنا لا معناتها هما خاطر هي ربيع مش هما غالطين هو يقول لك شوف هو يقول لك كم فما اجبار يعني قرار الحكم هو اللي يمشي لحظه راهو فاهم حاجه اخرى لانه في اليوم انه الفار راهو فما حتى مباراه معناتها يفرض عليك انه تلقى الفار صحيح معناتها ما فماش شكون ديسيدور لا قانون ديسيدور اما النجم انا المره الجايه انت باش نلعب معك فينال وانت عندك الفار نقول لك لا ما عندي الفار ما نلعبش معك الفار باهي لحظه لا كنت الاشكال وين صار نقطه قانونيه نقطه قانونيه صغيره برشا يا عربي شوف البارح فما قانون قانون الفار علاش الحكم هو اللي زفر نهايه المقابله وترجم التتويج سهله ياسر الامكانيه الاولانيه اللي كونوا خليل شمام والكابيتان مشاو للزوز للاربيتر وحكاو معاه هي هذيك ماهيش قانونيه خاطر الاربيتر نجم يكذب عليك هاو كذب قال لك ما نفهمش كذب ثم صف كامل تاع الاربيتر لا نحكي على مش قبل هكاك حاجه اخرى بس المعلومه اللي فاز الفار ماهوش موجود راك تلعبوا غير فار ونلعبوا كيما اي ماتش كنا نلعبوا الفار في الباركور نورمال عادي من بعد القانون كي تقف في الجماعه يعطيك مره الاولى ربع ساعه الاولى يعطيك ربع ساعة باش ترجع، من بعد يعطيك ربع ساعة الثانية باش ترجع، ما رجعتش. إيه هما قعدوا ساعة ونص. ما رجعتش، هذا القانون الموجود. إيه ما فيستير، ما دخلوش فيستير. ما دخلوش فيستير. لعبة صارت أنا البارح، هذاك يعيط لك من فيستير، مش يعيط لك مو الوداد يحبوا يرجعوا يلعبوا على أساس باش يرجعوا لهم الهدف. صحيح. القانون ليه؟ الحكم سيء قال ما فيش هدف. يا خويا عندي زاد أنا عندي ضربة جزاء زاد. عندي ضربة جزاء، أعطيني ما نلعبوا في واحد يا خويا. هو هم في النقطتين حكيت عليهم أنت صحيح، لكن يحتملوا الهكا ولا هكا. يجي يقول لك أنا الحاج يقول لك أنا الوداد الكابيتان نتاعي ما فهمش فرنسي وانجلي معناتها ما عندكش عليه بروف حاجه ثانيه ترجع لي انت 2-1 دونك كان هو الوداد استغل حب يستغل الثغره القانونيه اللي هي شنو يقول لك انا انت ترجع لي ساعه اول حاجه اول طلب طلبوه الوداد نرجع نلعب وما تجيب لي الفار في بالي ما تحكيش معايا حتى حكي وبعد مش يمشي معاك بالمراحل ريت رجعت الفار تقول لك نرجع نلعب الا ما ترجع لي البونت والحكم ما يقلق بالبونت ولا ما الهدف بونت ولا باش نلخصوا انيس هو الوداد عندهم حق رجع عندهم حق والكاس هو بكي هو بكي هو يتحمل المسؤوليه يقول لك من الاخر هو بكي اي وصل ليه هو يبكي ولتو هم انا تمنيت حاجه باش نكمل انا تمنيت حاجه يحب يمسخوا نتاعنا احنا انا تمنيت حاجه احنا خير منهم في الالي وخير منهم في الروتور خير منهم في الباركور الكل الترجي تستحق توج بالكوب هذيا لعبنا خير منهم في المغرب لعبنا خير منهم في تونس انا تمنيت حاجه باش نكمل نواصل معاه ما دام بكي على التشكيات هو سيف هو قال بكي ما تشكيوش كان من الفار تشكيو حتى من الحاكم الامن التونسي ولا نجم بعد المقابله البوليس ديالهم مقابله بدير البوليس ديالهم تيضربونا وتيبعدونا اننا ما نقربوش باش ما نتفرجوش وراه انتم كنتو حدانا وشتو تيبعينيكم من بعد كنا هبطنا لتحت باش نوصلوا الميساج للدراري باللي راه البيت راه تماركا يعني فاش تماركا البيت خصنا نوصل لهم ميساج باش يوقفوا باللي راه تماركا البيت فاش هبطنا باش نقولوا للدراري راه البيت راه ماشي اورجو راه بيت بداو تيضربونا البوليس تيدفعونا جا واحد البوليس ضربني انايا المهم نط تروينا كان معايا ابراهيم انا تصدع تما سنقول لك اليوم كانت واحد المهزله في الملعب كانت واحد الروينه ما كناش نتوقعوا الاربيط الاول دار واحد المهزله في المغرب حيد لينا بيت وحيد بيلانتي وبزاف ديال الحوايج عاوتاني جينا لتونس على اساس باش نديروا مقابله تكون كبيره ونجيبوا كان طموح كبير وسند الجمهور ديالنا الودادي في المغرب باش نجيبوا الكاس ولكن فاش تجي تشوف ان واحد الاربيط كيفاش تيهرسك كيفاش ما تيخليكش تزيد سيف كما قلت ظل يركزوا في التفاصيل والاكسبيرينس سبورتيف اكثر من يركزوا في الماتش. ده برشا شوف
قاعد نتبع انا من ماتش لي وديجا ماتش روتور كنت نشوفوا معناها لي لي زانترفيو اللي عملوا فيهم والبلاتويت اللي عملوا فيهم الكل على التحكيم. شوف انت ماتش لي ماتش لي بيلانتي ظاهره طبعا عودت 3 مرات و4 مرات شغل اللي انت بعد الكاف عاقبة تجريشه وكذا هذيك امور يعاقبوهم امور. ما انا شفت في الكوره سيرتو الوداد البيضاوي قاعده تتشكى اكثر من لازم تتشكى. وانا تمنيت حاجه سيف باش نكمل. انا تمنيت حاجه تمنيت انه كان الفار موجود ويحسب هدف الوداد وبيكمل الترجي لانه الترجي كان الفار موجود يعني كان الفار موجود انا اثنين ايه ليه 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 نمشي معك اكثر انا نمشي معك اكثر. نتمنى تمنيت لو يحسب بونت الوداد واحد ومازالوا تقريبا نص ساعه تمنيت لانه الترجي باش نلخص اقوى برشا من الوداد. شوف حتى في الاليه راهو الاربيتر ظلم الترجي الذي تونسي عندنا بيلانتي هذيك كره الفيدو ديفونسور ابراهيم ما حسبهاش خروج معز بشريفيه كان ظالم جدا والكارتون اللي خذاه غالين شعلين كان ظالم جدا. البارح كيف كيف يعني شفنا فما بيلانتي الاسبيرونس وقت اللي معناها الهدف الثاني يجي بعده صاير فما 8 دقائق يعطي ورقه الكوليبالي يعيشوا على اعصابه وسط الماتش معناها كان سجل معناها كان عطاه بيلانتي نتاع صاد بقير البارح معناها كان سجل الهدف هذاك وبعده بالضبط سجل بليلي تولي بارتي دو زيرو هذا كل ما نشوفوش هذا كل وحسب التصريح شفناه توا عند اللاعب بصراحه برشا مبالغه برشا ضربونيا والامن انا نقول له ظاهرين هو جاي نبكيو نعم من الاول للاخر والاخير اول كيف والحكايه هذه مفتعله زاده ما شفنا حتى مدرب البارح فوزي من زرته من حقه باش يدافع ومساعد البدني اللي مشحونين يعني من برشا من الاطار الفني وهذه ظاهره الحكايه جدا. حتى البارح كي هما حبوا ظاهرين حبوا يرجعوا انا بصراحه البارح نحلل في 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 اذاعه من الاذاعات في مزيكا قلت لهم يعني في الامان وحتى الصلمين ما صبوش وراهم يعني خليهم يمشيوا ما عادش يجيو ما نحبوش يلعبوا في الامان. باهي سيف جبد دنيس على مناف منابي فما توينسا حتى ما حبوش الاسبيرونس تهزل البارح فما شكون قال ان شاء الله يطيح بهم الستاد الحاجات هذو تنجم تحفز معناها الملاعبيه تحفز بيان سور ديكلاراسيون تسمعها كيما كيكا بون ربي يهديه علولو سميته انا بالاسم ربي يهديه خاطر ما حقوش يحكي كيكا هو لما حدا اعتذر ربي معاه. شوف راه في الاسبيرونس في البركور نتاعها هذا تاع عام وعميل مش كان علولو حتى مناف نابي معنا الكلام اللي قالوا بعد خلي عاد هذاك هذاك راه كعبه مش نورمال هذاك برجوليه بعد شفناه كيفاش الديكلاراسيون نتاعو تحسه معناها ودادي ودادي تحسه ود الكازا تحسه لعب 20 سنه في الوداد الديكلاراسيون ظهر لي نتاعها تسمع في الديكلاراسيون نتاع الملاعبيه نتاعهم وتسمع في الديكلاراسيون هما اقل عاديه معناها الديكلاراسيون وكذا ويحكي هو لا تحسه معناها فارينا زيد وربي يهديك وربي يهديك ديجا جاوبته انا بنديرمان دو نتاع المغرب ديجا جاوبته انا ربي انا الحمد لله جاوب ليه في التيرا وربحنا التيتر والتيتر قاعد التونسي والرايه التونسيه هي اللي انيس البارح الكاف اللي هبطت بليغ اكدت فما اجتماع 4 جوا شنو تتوقع يكون ديسيزيون نتاع الكاف؟ نتصور معناتها باش يثبتوا ساعه القرار لانه في حسب الكاف لانه حتى التهنئه ما عرفتش اذا كان صارت من الاتحاد الافريقي ولا لانه معناتها على موقع الكاف ما صارش تهنئه للترجي لانه باش يتم تثبيت الوعد ونتصور عقوبات كبيره باش تكون ضد الوداد لانه هو يقول لك هو هما عشر قبيل سايب قلت لك راهم هما لعبوا على الكلام جي تصريحات رئيس الوداد يقول لك احنا ما انسحبناش هو قرر الاربيتر قال له فات الماتش دونك هما يعرفوا يستبقوا لانه فهم عقوبات تنتظر فيهم لانه باش يكون عقوبات كبيره ياسر يعني رئيس الاتحاد الافريقي موجود البارح معناتها عقوبات كبيره عربي فما برشا اتهموا فوزي وانت تعرف فوزي تبنيت عنده اكيد اتهموه انه هو هيج الاجواء وعمل حتى شفته وانا تعرف هو وليد العالم تعرف هو وديع الجري هو ظهر لي هاج وماش كي هبط وديع الجري هو كذا كي تقابلوا وديع البارح ظهر لي تبدل 90 درجه انا خوزي تولي شتيبه معناتها تولي يضربوني بيناتهم لانه ايوه تهجم وديع اسلام فوزي يعني بصراحه تونس الكل يحبوه مدرب تونسي واللي عملوا كل هذا تسمى اكسبلوا يعني وصل مع الوداد ومن حق معناها كل مدرب باش يدافع على الفريق نتاعو وذاك يعني هو اكاليش موجود غادي معناها للصفه هذيك لكن كما قلت لك راهو تشنجات الوداد البارح والاخبار اللي قاعده تجي يعني على رادس وعلى برشا حاجات راهي مش من الفراغ معناها احنا عمرنا ما شفنا فريق مغربي جاي لتونس وعمل الفوضى هذيك الكل معناها حتى قبل معناها مباراه الرجاء يعني نقولوا احنا حتى الحكم يعني اعطاهم ورقه حمراء تفكرها عام 99
ما صارتش يعني كيما هكا كبيره هذه كل معناها اون 2009 لعبنا مع ما 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 لعبت انا كونتر الوداد معناها كانت عادت مباراه باهيه اون 2011 زاد كيف كيف يعني مباراه تعادت عاديه البارح اللي كان فما موجود اطار فني تونسي واحنا تونس بطبيعتنا سخان ونعرفوا نسخنوا الجو ونعرفوا يعني نحفزوا وكل واحد طريقه معناها اسمع بتجيب لقب لازمك تعمل لو ماكسيموم وتعمل لي بوسيبيليتي كل الدور منا دور منا تلفت على جناب تغزل ما تخلي حتى شيء ما تعملوش لازمك وذاك اللي عمله نصور الاطار الفني البارح معناها حفز لاعبيه اكثر من اللازم والجو معناها كان سخون برشا وشفنا اقل حاجه معناها اثرت على نقولوا احنا اثرت على الوداد البارح واقل غلطه معناها نقولوا احنا ولا الفار معناها كي ما خدمش معناها خلت الوداد البارح ياخذ ديسيزيون فيسا ويمشي يروح. واضح شكرا ليك على بجابة شرفت اليوم بحضور كيف كيف شكرا سيف الله المحجوبي شكرا انيس صاحبي جبناك من النوم هكا مرحبا لا مرحبا على في كل وقت شكرا عليا باشا في الاخراج وادم في مسيت بتاع اكسبريس نحن نتلقاو الجمعه الجايه في نفس التوقيت ومطلع على الاكسبريس افا.